فضلك لو سمعت، هو الكابتن حسام المصري ساكن فاني دور، هتلاقيه على السلم مستنيك. مستنيني على السلم ازاي يعني؟ يا ياد مالك، الله يخرب بيتك، انت جننت ولا ايه؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله رب، الحمد لله. ازيك يا حسام؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. الف اهلا وسهلا. معاذ الله يا باشا، انا مش مصدق نفسي، انا حاسس ان انا بحلم والله يا باشا. اتفضل. لما انت كنت نايم على السلم كده ليه؟ لا مفيش، ده وانا واقف بره دخت فوقعت على الارض. دخت؟ دخت ايه؟ ده انت مش شلفط. في حد كان بيضربك؟ حسام، يا حسام، انت رحت فين يا ابني؟ انا عمال ادور عليك. ايه ده؟ كابتن حمدي. ناجي باشا، معقولة؟ خطوة عزيزة، يا اهلا وسهلا. انت ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا ابو الكباتن؟ والله يا باشا انا وحسام ابني في سيرتك على طول. بيقول لي الراجل ده انا عمري ما شفت زيه في حياتي، هو اللي رجع لي ثقتي بنفسي، هو اللي خلاني اخد الميداليه الذهبيه. ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط. ده لينا الشرف يا ناجي باشا. مش هتفطرنا ولا ايه؟ روح اعمل لي الشطول بالقطه وحته جبنه، عايز افطر مع الكابتن حمدي. من عينيا يا باشا. ايه ده؟ مالك يا حسام يا ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانق. بيتخانق مع مين؟ أصل أنا كنت طالع على السلم فلقيته بيتخانقوا مع بعض، ضرب وشلاليت ودماغات وبنيات. قطعوا، جابوا على الأرض. قطع مين وجاب مين على الأرض؟ اتضرب زين. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك. ها؟ أنا مش فارق معايا إن أنا اتضربت. أنت شفت أبويا يا باشا؟ ماله؟ راجل زي العسل. أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمله العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده، احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ وصعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدل مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين انهي بطوله يا باشا؟ هي بطوله خاصه، اهم من اي بطوله انت دخلتها قبل كده، بس عايزه تدريب جامد وشغل كتير. وانا تحت امر سيادتك. طيب انت بكره هتيجي معايا شرم الشيخ، هعد عليك الساعه 6 الصبح، تبقى جاهز بشنطتك. واحنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير، ركز في النط اللي انت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. Don't be worried, sir. Your wife was the best diver here. I don't care if she'd be the best diver in the world. She's been gone nearly 5 hours now, and she should be back here. She's got to phone me or something like this. Something's not right, you know? Worry, it's definitely not right, you know? Ah, ma laqtuhomsh bardo? Khadha wa raah fin ibn al-majnoona da? Hoy ma a'rafsh di tibqa mrat min? Da jawza mumkin yaqfil lana al-hotel. ده عضو الكونجرس الامريكي. ومراته السؤاليه يا محسن باشا كمان. الله يخرب بيتك يا ابراهيم، يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو ما فيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيك. Thank you.
اهو وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا محسن باشا؟ التانية كانت لابسة مايوه أصفر. انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا رئيس؟ تحت المية. تحت المية خمس ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي. ده كتب لها عمر جديد والمصحف. اصلا فيصت مني تحت المية وقعدت اعمل لها تنفس صناعي. الروح ردت فيها في اخر ثانية. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا رئيس. اصل المدام غاوية قراميط. كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت المية تتهبل. الزار ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايو اصفر وهي نازله الميه. المايو اللي كانت لابسه راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس، ايه التهمه الحقيره دي؟ انا اسرق مايو على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجه مش بتاعتي؟ ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه وامتى؟ يا باشا ما الست طالعه قدامك هي لابسه المايو اخر احترام وجوزها استلمها، انت مزعل نفسك ليه؟ ما تكبرش الموضوع. المايو كان لون اصفر يا ابراهيم. كان ازرق يا باشا. لا اصفر. لا كان ازرق. اصفر يا ابراهيم. الله يخرب بيت ده مايو، ما يمكن لونه اتغير تحت الميه، اصل في مايوهات كده لونها بتتغير تحت الميه. يا ابراهيم، ابراهيم ما تصحش علينا يا ابراهيم، الست كانت لابسه مايو قطعه واحده، ده قطعتين. مش احسن ما انزل لكم بقطعتين واطلع بقطعه؟ الموضوع ده مش هيعدي على خير يا ابراهيم. ده جوزها عضو الكونجرس الامريكي. يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغل كده؟ يعني انت هتغير على مرات عضو الكونجرس اكتر من عضو الكونجرس نفسه؟ طب بص الراجل حاضن مراته ازاي؟ الراجل واثق في نفسه وواثق في مراته، ودي الحاجه اللي مش موجوده ما بيننا يا باشا، الثقه. This here. Get it. امسك بيه. تعمل ايه يا ابراهيم؟ خد يا فوزي. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ ده النيلة الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا دي إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامه، فين ايامك يا باشا؟